أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أفكارنا ينابيع الحياة، جداول الوادي الرقراء، وصدحات البلابل في البساتين الغناء. أعمالنا تشرق في النفوس أملاً وبهجة، لتعد جيلاً سنداً وعماداً وحجر زاوية لتدعيم مجد هذا الوطن. نحبكم لأننا اشتقنا لرؤياكم، دعوناكم ليجمعنا بساط الإبداع والأفكار النيرة. الحضور الكريم، أهلاً وسهلاً بكم في معرضنا هذا سوا، الذي ينفذه مركز الشروق والأمل التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر. السيدة مريم زقوت، مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر. السيد معالي وكيل وزارة الثقافة الفلسطينية. السادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الثقافة والفكر الحر. الضيوف الكرام، كل باسمه ولقبه وصفته الاعتبارية. أطفالنا المشاركون في قطاع غزة، القدس، مخيمات الشتات، الناصرة، نابلس، قلقيلية، وطول كرم. أنتم زينة الدار، هذا معرضكم وهذه أحلامكم تزين المكان. إحنا أطفال فلسطين، وين ما كنا رح نحلم مع بعض، ولا رح تفصلنا حواجز ولا قيود، وحتفضل رايتنا وحدة ترفرف في سما فلسطين، تترجى وتتمنى وحدة وتحرير. الحضور الكريم، خير ما نفتتح به حفلنا هذا كلمات عطرة من القرآن الكريم مع الطفل ساهر الكفارنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. شكرا لكم على حسن استماعكم. الوطن هويتنا التي نحملها ونفتخر بها. الوطن هو المكان الذي نلجأ له ونشعر بالأمان. الوطن هو الحضن الدافئ الذي يجمعنا معا. والآن مع السلام الوطني. Thank you.
شكرا لكم. فلسطينية العينين والوجه، فلسطينية الاسم، فلسطينية الأحلام والهم، فلسطينية الكلمات والصمت، فلسطينية الصوت، فلسطينية الميلاد. الآن مع كلمة مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر الأستاذة مريم زقول، فلتتفضل مشكورة. الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا المعرض الوطني الكبير. لأجل الوطن، لأجل فلسطين، حلموا صغارنا فكان حلمهم أكبر منا جميعا. حلموا وطن يجمعهم جميعا، أطفال غزة، الشتات، 48، القدس، الضفة الغربية. نعم، حلموا بوطن، وأي وطن، وطن فلسطين يجمعهم جميعا. هذا الوطن الذي يستحق منا كل العطاء وكل التضحية، هذا الوطن الذي سيصل إليه أطفال فلسطين. نعم، بريشتهم الصغيرة، بأناملهم الصغيرة، استطاعوا أن يجسدوا هذا الحلم، هذا الحلم الكبير. استطاعوا أن يتوحدوا رغم الحصار ورغم الاحتلال ورغم الانقسام. فتحية لأطفال فلسطين أينما تواجدوا، تحية لكم أيها الصغار. ولكن في هذا المعرض الوطني، هذا المعرض الوطني الذي حلم فيه أطفالنا بحياة أفضل، بمستقبل أفضل، بوطن أفضل، يتساءلون كما نتساءل جميعا: ألا تستحق أحلام أطفالنا أن نقف ونفكر مليا؟ ألا تستحق أحلام أطفالنا أيها الكبار، أيها القادة، أن ننسى كل همومنا ومشاكلنا، وأن نتوحد لأجل وطن واحد، لأجل قضية واحدة، لأجل أطفال فلسطين؟ نعم، يجب أن نتوقف، يجب أن نراجع أنفسنا، يجب أن نسمع كلمة أطفالنا وأن نقول لا للاحتلال ولا للانقسام. شكراً، شكراً لكل أطفال فلسطين في الضفة وغزة والشتات و48 والقدس، ونقول لكم: ما لم يستطع أن يحققه الكبار ستحققونه أنتم الصغار. فألف شكراً لكم. شكراً للأستاذة مريم زقول. يأبى التراث إلا أن يتحدث ويقف كجبل شامخ مع مر العصور